يبدو انه مصر هتبدا مرحله جديده في التعامل مع مساله صد النهضه. في اعتراف علني ومباشر بتعثر المفاوضات وانها ما وصلتش لحاجه، واجتماع مجلس الوزراء بكره بشكل اساسي مخصص لهذا الشان. والحقيقه في نقطتين بس احب اوضحهم يا استاذ لو سمحت. في نقطه انا كنت دخلت معاك مداخله قريبه من اسبوعين او وسالتني عن المفاوضات، وذكرت سيادتك انه لم يكن هناك اي مفاوضات ما بين مصر واثيوبيا والسودان منذ وضع حجر اساس السد حتى تاريخه. ايوه فندم. وكل الاجتماعات كانت بتدور حول استكمال الدراسات الاثيوبيه للسد وتاثيره على كان كله حوار عن فنيات، كله عن الدراسات الاساسيه للسد. ايوه. وفي نفس الوقت، وده شيء المضحك الحقيقه المبكي، ان هذه الدراسات تشمل النواحي الانشائيه للسد في حين ان تم بناء جزء كبير منه. فيعني انا مش عارف الحقيقه، ده اهدار الوقت شديد لمده 3 سنوات بدون اي تفاوض جدي من مصر مع الجانب الاثيوبي، بالرغم من وجود دراسات مصريه ودراسات خبير امريكي كلفت 1,000,000 جنيه الدوله عن اثار السد الوخيمه على مصر، ومصر لديها هذه المستندات منذ اكثر من عام موجوده في الدرج، بالاضافه الى تقرير اللجنه الثلاثيه الذي يدين اثيوبيا موجود في الدرج، ولغايه دلوقتي لم يتم نشر هذه التقارير ولم يتم استخدامها على المستوى الدولي او الاقليمي. طيب تتصور حضرتك المرحله اللي جايه احنا متوقعين فيها ايه؟ يعني مع الاجتماعات المستمره اللي حصل دي قبل برضو الاسبوعين اللي حضرتك كنت منورنا فيهم، خلال الاسبوعين دول كان حصل اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، يبدو ان الاجتماعات فيها وتيره متسارعه او متلاحقه. ايه اللي احنا متوقعين انه يخرج منها؟ هو اول حاجه الحقيقه كان زياره اثيوبيا ديت كان يجب ان يسبقها اعداد جيد، لان زياره وزير غير زياره وفد فني. كان المفروض وفد فني هناك على مستوى عالي يطلع يتباحث مع الجانب الاثيوبي عن النتائج المحتمله لهذا الاجتماع. لو كان تاكد ان هناك بوادر طيبه لهذا الاجتماع نروح، لو ما كانش المفروض ما كناش روحنا هذه الزياره اطلاقا، لان الوزراء مش بينفعوش هم مفاوضين، انما بينفعوا الحل لبعض المشاكل. التفاوض له ناسه، وكان يجب ان يسبقه تفاوض من قبل فنيين وقانونيين. دي اول نقطه الحقيقه. تاني نقطه، ان المفروض الحقيقه دلوقتي البدء الفوري في اول حاجه المطالبه بالتفاوض حول المخاوف المصريه اللي هي تتمثل في سد اصغر لتجنب الاثار الوخيمه على مصر. أيوة. وفي سياسات التشغيل وسنوات التخزين. والحقيقه برضو نقول ان هناك مواقف سياسيه صعبه بتواجه مصر الفتره الحاليه، ومن المفترض ان يتحسن الوضع السياسي الدولي والاقليمي بالنسبه لمصر بعد انتخاب رئيس الجمهوريه. كل شيء اصبح معلق على انتخاب رئيس الجمهوريه مره ثانيه. مش معلق الحقيقه، انا شايف ان المفروض الحكومه المؤقته تبتدي تاخد الخطوات لاعداد الدور الذي سيقوم به الرئيس القادم من ناحيه اعداد الملفات، اعداد التقارير، البدء في شرح الامر للدول الصديقه الحاليه في المعسكر الشرقي وفي بعض الدول الغربيه، البدء في الذهاب الى دول حوض النيل، البدء في التحدث مع الدول العربيه وجامعة الدول العربيه، وارسال مذكره قانونيه للجانب الاثيوبي تذكر الحقوق التاريخيه لمصر، تذكر المخالفات الاثيوبيه الشديده في بناء هذا السد، وتذكر في نفس الوقت مطالب مصر من اثيوبيا. ده اللي احنا منتظرين انه يظهر بشكل رسمي مع استمرار الاجتماعات دي وتعددها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا وزير الري الاسبق الدكتور محمد نصر الدين علام. شكرا.